أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم. حياك الله معنا في ماشيت الخميس. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أيضا مشاهدينا يشاركنا في داخل الاستوديو رسام الكاريكاتير أستاذ محمد ثلاب، حياك الله. يا هلا، حياكم الله. مشاهدينا، الصدارة في جولتنا للصحافة المحلية، وهذا الماشيت من صحيفة الجريدة. سمو الأمير: التحديات تستلزم تعاون السلطتين. سمو وجه الوزراء الجدد لأن يكونوا أهلا للثقة ويحرصوا على خدمة الوطن. استقبل الفارس والموسى والراجحي لتأدية اليمين الدستورية أمام سموه. المجلس الأعلى للبيئة: اعتماد محميات جديدة. تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة القبس إن المجلس اعتمد عددا من المحميات الجديدة الزاخرة بالتنوع الأحيائي التي تشمل كائنات من الطحالب والرخويات والقشريات والأسماك والطيور، والتي ترد إلى هذه المنطقة بشكل مستمر في منطقة الجديليات، بالإضافة إلى اعتماد سيتشا في منطقة ويصيب، والتي تتميز بالتربة الصالحة لاسترزاع النباتات الفطرية وأكثرها في الموقع، ليكون الموقع بنك بذور طبيعي تابع للهيئة العامة للبيئة للنباتات الفطرية في المنطقة الجنوبية. عنوان آخر في صحيفة الرأي لشريعان: منع تصدير الدجاج والمواد التموينية مؤمنة. وفي تفاصيل الخبر كتبت أنه في إطار الخطوات الحكومية لضبط الأسعار، أعلن وزير التجارة فهد الشريعان أنه بصدد إصدار قرار يمنع تصدير الدجاج المحلي، أسوة بالقرارات التي تم اتخاذها بمنع تصدير سكراب الحديد والزيوت النباتية. ننتقل مشاهدينا معكم إلى صحيفة السياسة التي تناولت هذا العنوان: التربية تستنفر صيفا لتأمين الاستعدادات للعام الدراسي المقبل. وزعت 3800 كرسي وطاولة على مدارس الأحمدي. الأسرة الاقتصادية تكتسح انتخابات غرفة التجارة. تحت هذا العنوان تناولت صحيفة الوسط فوز قائمة الأسرة الاقتصادية بأغلب المقاعد في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة الكويت التي انطلقت صباح أمس في دورتها 31 بمنافسة بين قائمتين تضم كل منهما 12 مرشحا، إضافة إلى ستة مرشحين مستقلين. صحيفة الأنباء نشرت إعلان المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم عن طرح 3 خدمات إلكترونية جديدة من قبل بنك الائتمان الكويتي عبر التطبيق. ترفع عدد الخدمات المقدمة من قبل البنك داخل التطبيق إلى 12 خدمة إلكترونية. أما في صحيفة النهار نقرأ إعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مانشستر البريطانية اعتبارا من مطلع مايو المقبل بواقع 3 رحلات في الأسبوع. إذن مشاهدينا، خبر رياضي في صحيفة الكويتية حول تتويج منتخب الكويت للرماية بميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة سمو أمير البلاد الدولية الكبرى للرماية المتواصلة حاليا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، بمشاركة كبيرة من عدد من المنتخبات العربية والأجنبية. ماشيت الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، بعد هذا الفاصل نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. مستجدات الساحة المحلية، ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطيات مستمرة على مدار الساعة، وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وقبل الذهاب إلى صحيفة الجارديان مشاهدينا نقف داخل الاستوديو مع ضيفي رسام الكاريكاتير محمد ثلاو، نتحدث قليلا عن فكرة كاريكاتير اليوم قبل الذهاب إلى الصحف الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما قلنا قبل شوية في إحدى المانشيتات الصحف إن أو إحدى أخبار الصحف إن هناك اهتمام في البيئة وغيره، فسوينا كاريكاتير مختصر عن شلون الاهتمام بالبيئة بعد انتهاء المخيمات وشلون طريقة إن الواحد يحافظ على البيئة. إن شاء الله نشوف الكاريكاتير. نعم. إن شاء الله بعد نعم الصورة واضحة لكن لم تنتهي الرسمة، نهاية الحلقة إن شاء الله نشوفها بصورة أوضح بإذن الله. أوضح إن شاء الله. صحيفة الجارديان مشاهدينا تكتب في عنوان عريض: 100,000 مدني محاصرون في ماريوبول وسط القصف المستمر الروسي. كما يقول زيلينسكي الرئيس الأوكراني يقول إن الأوضاع غير إنسانية في المدينة الجنوبية المدمرة، ويتهم القوات الروسية باحتجاز قافلة في ممر إنساني. وحسب الجارديان فإن عشرات الآلاف من السكان فروا بالفعل من المدينة الساحلية الجنوبية المحاصرة، وقدموا شهادات مروعة عن مشهد جحيم متجمد مليء بالجثث والمباني المدمرة. نتحدث هنا أستاذ رشيد على هذا الموضوع، إذا ما مصير هؤلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول، وأيضا ما حسابات روسيا وراء حصارهم كما تقول أوكرانيا؟ مدينة ماريوبول هي يعني مدينة ذات موقع استراتيجي، وهي تعتبر حلقة وصل ما بين جزيرة القرم وما بين شرق أوكرانيا أو عفوا شرق كيف تحديدا، لذلك هي تأتي في منتصف هذا يعني هذا الامتداد، ولديها وللروس لديهم اهتمام في هذه الجزيرة حتى يكون هناك دعم لوجستي ويكون هناك يعني كونكشن ما بين يعني جزيرة القرم وما بين كيف. فهذه المدينة موجودة في النص، تحتاج القوات الروسية بعد هذا المخاض الطويل الذي امتد لشهر كامل إلى دعم لوجستي، ولذلك هذه المدينة هي عائق أمام هذا الدعم. مصير يعني سكان هذه المدينة كما تشير التقارير أن يعني استمرت 14 ساعة دون كهرباء وماء، ويعيش الكثير أو أغلبية سكان هذه المدينة على يعني على 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 بعض المخازن التجارية القليلة جدا والضئيلة في هذه المدينة، لذلك هم يعانون من أزمة يعني معيشية كبيرة وحادة، ويستلزم ذلك تدخل دولي من أجل تأكيد وصول الإمداد المعيشي لهم. هذه المدينة هي مدينة مهمة جدا، مدينة أصبحت عائق أمام الدعم اللوجستي للقوات الروسية، يحاول الروس يعني السيطرة عليها من خلال إيصال الإمدادات يعني القوات الروسية التي يعني تليها. لذلك أعتقد أن المقاومة الأوكرانية في هذه المدينة هي مقاومة شرسة، لم تستطع حتى اللحظة القوات الروسية اقتحامها أو احتلالها أو وضعها يعني حلقة وصل ما بين جزيرة القرم وكيف. نعم. في الواشنطن بوست مشاهدينا نقرأ هذا العنوان: تدعي أوكرانيا أنها استعادت مدينة رئيسية خارج كييف حيث صمد دفاعاتها ضد الهجوم الروسي العنيف. تحت هذا العنوان تكتب البوست: قالت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على بلدة ذات أهمية استراتيجية خارج كييف، في إشارة حديثة إلى أنها قد تتغلب على الجهود الروسية الوحشية التي استمرت لأسابيع للاستيلاء على العاصمة، بينما يكثف الكرملين هجماته في جميع أنحاء البلاد. ونال دفاع أوكرانيا القوي ضد القوات الروسية الإعجاب في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأت الحرب قبل شهر تقريبا، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى متى يمكن للأمة المحاصرة أن تحافظ على قوتها في المعركة غير المتوازنة ضد قوة نووية عازمة على الاستيلاء على كييف والمحاور الساحلية. تكتب الواشنطن بوست. إذن هنا نتحدث أستاذ رشيد على صمود الدفاعات الأوكرانية أمام الهجوم الروسي في أكثر من جبهة مثل ما تقول السلطات الأوكرانية،
هل يؤشر ذلك إلى تحول في مسار الحرب؟ بمعنى آخر، هل بدأت الكفة تميل لغير صالح الروس عسكريا؟ لم يتوقع بوتين ولم يتوقع الجنرالات الروس مثل هذا الصمود. كان يعتقد بوتين من خلال تصريحه ليلة الاجتياح أو ليلة الغزو أو ليلة العمليات العسكرية من أنها عبارة عن لقمة سهلة ستتم هضمها خلال ساعات. نحن الآن دخلنا في محال الشهر الثاني من هذه الحرب، وهذا يؤكد على أن هناك يعني انقلاب لوجستي حصل في هذه المعركة، بالإضافة إلى أن هناك أيضا تغير في الموقف العسكري، و يعني عدم توقع ما حصل من أن القوات الروسية تواجه صبة خراسانية وهي أوكرانيا، التي يعني استطاعت خلال هذه الفترة من صد الكثير من الهجمات التي وقف الروس مجرد يعني قذائف تصل إلى بعض المدن هنا وهناك، ولكن دون تغيير على أرض الواقع. لذلك أخ سعود، هذا السؤال هو سؤال محوري وسؤال مهم جدا. هل تغيرت قواعد اللعبة العسكرية أو قواعد ما حصل من حرب الروسية الأوكرانية؟ نعم تغيرت، وأغلب التقارير اللي نطلع عليها في الصحافة سواء المحلية أو صحف المهجر من كثير من الاستراتيجيين العسكريين وكثير من الجنرالات، الجميع يؤكد على أن هناك فعلا تغير في المعادلة لصالح أوكرانيا ضد روسيا. والدلالة على ذلك هو إيقاف بوتين الكثير من الجنرالات، بل أن البعض منهم يعني وضع تحت الإقامة الجبرية، وتوبيخ جهاز المخابرات الروسية التي أعتقد حسب التقارير التي قرأناها من أنها لم توصل الفكرة والصورة العامة حول أوكرانيا إلى الجهاز القيادة الروسية. لذلك نعم هناك تغير، نعم هناك تغير. أعتقد أن بوتين يعني في موضع صعب جدا، وهناك ملامة دولية وملامة أيضا شعبية، حتى لو في حال أن كان الهدف منه هو ورقة سياسية للانتخابات المقبلة، حتى لو يعني وصل إلى كييف خلال الأيام المقبلة، لن تفضي هذه الورقة بنجاحه، خصوصا وأن الكثير من الصعاب واجهها، والكثير من يعني الجنود الروس يقتلون هنا وهناك بأعداد مهولة جدا حسب تأكيد أغلب وكالات الأنباء العالمية. نعم نتحدث عن القتلى، وأيضا في هذا الخبر في صحيفة لومون تنشر حصيلة الحرب في مقال بعنوان الحرب في أوكرانيا من هجوم فاشل إلى مذبحة، شهر من الحرب للجيش الروسي. تحت هذا العنوان تكتب الصحيفة الباريسية: الجبهات مجمدة بعد 4 أسابيع من الغزو الذي شنته موسكو في 24 فبراير. تتشابك الانتكاسات التكتيكية والتوقفات الطوعية للقوات، وتصبح فرضية الفشل العسكري ممكنة. تم حظر الآلة الهجومية. حرب الإبادة المذهلة لأوكرانيا التي أرادها فلاديمير بوتين بدأت تشهد تباطؤاً وحشياً منذ 3 أسابيع. ركود حقيقي تخفيه عاصفة النيران على المدنيين في مستشفيات تشيرنيهيف، ضواحي كييف السكنية، مسرح ماريوبول. تعلق لوموند: أراد فلاديمير بوتين نزع السلاح ونزع النازية من أوكرانيا في أقل من أسبوع وفقا لتحليلات متقاربة، لكن العملية تتزايد تكلفتها البشرية والسياسية والاقتصادية الباهظة يوما بعد يوم. تعلق لوموند: إذن ساد رشيد، هل سيجبر بوتين على وقف الحرب قبل تحقيق أهدافه لوقف الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية التي تتكبدها روسيا يوما بعد يوم، أم أنه سيغوص أكثر في المستقع الأوكراني مهما كلفه ذلك؟ حتى لو غاص في المستقع الأوكراني وانتصر، حتى لو انتصر سيكون انتصاره بطعم الهزيمة. نحن نتكلم عن 250 ألف جندي تم حشدهم، والكثير من الانفصاليين الموجودين في أوكرانيا، والاستعانة ببعض المرتزقة هنا وهناك في بعض البلدان والشيشان وإلى آخره.
كل تلك المجاميع لم يستطع بوتين يعني كسر الصبة الخرسانية الأوكرانية، لم يستطع أن يصل إلى كييف خلال ساعات كما أكد في أكثر من لقاء، أو كما أكد أكثر من تصريح عبر جنرالاته. لذلك الانسحاب هو الأفضل، وخصوصا وأن كما ذكرت سلفا من أن كان بوتين يعتبر هذا الأمر كرت أو كريدت كارت من أجل الانتخابات المقبلة، هو من الآن فقد شعبيته في روسيا. بدأت الاحتجاجات في موسكو تتزايد يوما بعد الآخر، هناك يعني يوم السبت المقبل هناك تجمع كبير في ساحة موسكو العملاقة. لذلك كل تلك الأمور تشير إلى أن فعلا دخل في مستنقع. هو سيستمر، نعم سيستمر، ولكن سيستمر بطعم الهزيمة، وسيفقد الكثير من شعبيته داخل روسيا. وأعتقد أنه أصبح يعني كطير بلا أجنحة، خصوصا وأن العقوبات التي طالت روسيا حاوطت الدب الروسي من جميع الاتجاهات. لذلك كل تلك العوامل وكل تلك الأمور تشير إلى أن الدب الروسي أصبح يعني بلا أجنحة. نعم. الول ستريت جورنال تعنون خبرها الأوكراني: تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا مع توجه بايدن إلى أوروبا. الأمين العام للأمم المتحدة يصف الحرب بأنها لا يمكن الفوز بها، ويندد بالهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية. يراهن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن مجموعة من المحادثات المتعددة الأطراف رفيعة المستوى على وشك أن تنعقد في بروكسل ستؤدي إلى مساعدة بلاده وفرض عقوبات على روسيا، حيث يتوجه الرئيس بايدن إلى أوروبا لمعاقبة موسكو على هجومها على أوكرانيا لمدة شهر. هذا يتطلب تكلفة إنسانية أعلى من أي وقت مضى، تكتب الول ستريت جورنال. إذا نتحدث هنا عن ثلاث قمم مهمة هذا الأسبوع: مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، برأيك ما الذي ستنتهي إليه من نتائج هذه القمم؟ كل تلك القمم ستصب في منحى واحد، وهو منحى العقوبات وتشديد العقوبات، حتى وصل أن هناك اجتماع في 27 من مارس المقبل في يعني برلين من أجل إعادة بلورة استقطاب الغاز الروسي. لذلك كل تلك الاجتماعات ستدفع باتجاه المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وأعتقد أننا وصلنا إلى يعني ساعة الصفر، وأصبح الروس في موضع لا يحسد عليه، خصوصا وأن العقوبات طالت كافة يعني السواعد التجارية لروسيا. الآن هناك توجه إلى يعني الاستغناء عن 20% من أصل 40% عن الغاز الروسي، وهذا سيلوي ذراع روسيا. لذلك قلت لك الاجتماعات ستكون في برواز العقوبات الاقتصادية والمزيد من يعني تلك العقوبات، خصوصا وان يعني الكثير من الواردات الروسيه تم يعني ايقافها. لذلك كل تلك الاجتماعات ستكون تحت عنوان العقوبات الاقتصاديه. نعم. في اندبندت عربيه ايضا مشاهدينا تعنون: من الحرب الى الدبلوماسيه، سيناريوهات صعبة أمام بوتين. لم تتغير أهداف موسكو التي تختصر في بقاء أوكرانيا على الحياد ونزع سلاحها، لكن الكرملين لم يعد يراهن بالضرورة على الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هل يستطيع فلاديمير بوتين الانتصار في الحرب في أوكرانيا؟ بعد شهر من بدء الهجوم الروسي يبدو الوضع بلا شك أصعب مما كان يتصوره، لكنه ما زال مستعدا لدفع الثمن لتحقيق أهدافه وفق الخبراء. لكن لدى بوتين أيضا أبوابا دبلوماسية للخروج من الوضع إذا لزم الأمر، ولكن علي أن أتوقع تحديات خطيرة إذا اختار احتلال أوكرانيا بأكملها، تكتب اندبندت عربية. إذا هل هناك أبواب لخروج روسيا من هذا المستنقع الأوكراني برأيك؟
أعتقد أنها لا زال هناك أمل في الخروج على الأقل لحفظ ماء الوجه، لحفظ ماء الوجه. لذلك هناك يعني بوادر تشير إلى إمكانية التراجع، وأنا كنت أعتقد شخصيا أنه يعني مقبل على وأنه مستمر في هذه الحرب، ولكن هناك بوادر هنا وهناك تشير إلى حسب تقارير يعني تشير إلى وقفة لهذه الحرب من خلال تأكيده إلى الجلوس مع يعني الرئيس الأوكراني في أكثر من مناسبة، وتأكيده على أن هناك بنود وأربع نقاط رئيسية ما إن تم الموافقة عليهم سيتم إيقاف الحرب. لذلك كل تلك الأمور تشير إلى أن يعني في موقف لا يحسد عليه، وأعتقد أن الروسي وصل إلى مرحلة يعني يريد الخروج من هذه الحرب بحفظ ماء الوجه. نعم نعم. أما في صحيفة التايمز تركز على زاوية أخرى من الحرب، الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن الاعتماد على الغاز الروسي، الانقسام الثلاثي بين الدول يهدد صفقة خفض الواردات. تحت هذا العنوان تكتب التايمز: الانقسام الثلاثي يعني أنه من غير المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على خطة للطاقة للتخلص تدريجي من اعتماده على واردات الغاز والنفط والفحم الروسية في أقرب وقت ممكن حتى يونيو، وهو يعكس انقسامات أوروبية أعمق بشأن إنهاء واردات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي كعقوبة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، تعلق التايمز. إذن برأيك هل يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي وبأي ثمن؟ هناك أمل، وبدأت بعض الدول كما ذكرت في اجتماع 27 من مارس المقبل، هناك اجتماع يعني لوزراء الطاقة الأوروبيين من أجل وضع آلية للاستغناء عن 20% من أصل 40% من الغاز، سواء المسال أو الغاز الطبيعي في أوروبا، الغاز الطبيعي والمسال الروسي طبعا. كانت هناك خطط وضعت بعد احتلال روسيا لجزيرة القرم عام 2014، كانت هناك يعني أوروبا فرشت أرضية لاستقطاب الغاز من كثير من الدول كليبيا ومصر ونيجيريا والجزائر وقطر. كل تلك الدول دخلت أوروبا في مباحثات طويلة خلال أعوام سابقة لمحاولة يعني جلب الغاز إليها من خلال الكثير من هذه الدول خصوصا، ولكن الإشكال الذي حصل هو أن وصول هذا الغاز من خلال الأنابيب يحتاج إلى ما يقارب 10 سنوات، والغاز المسال من الصعب وصوله بهذه الطريقة، أو من يعني لن يكفي أكثر من يعني 15%، وأوروبا بحاجة إلى 40%، وهي النسبة التي تحتاجها من الغاز الروسي. لذلك نعم، دخلت أوروبا في مباحثات جدية خلال السنوات الماضية، ومهدت أرضية لمثل هذا اليوم. أعتقد أنها تستطيع، ولكن تحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات حتى يكون هناك استفاد تام للغاز الروسي، ولكن للمدى القصير لا تستطيع. نعم. يعني عدم الاعتماد. نعم. الفاينانشال تايمز تعنون مشاهدينا: روسيا لتحويل فواتير الغاز إلى روبل للمشترين الأوروبيين، بوتين لتنفيذ التدابير في أقصر وقت ممكن في محاولة واضحة لتعزيز العملة الوطنية. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من نيويورك تايمز، التي ترى أن الصين أخذت المقعد الخلفي في الدبلوماسية الدولية بشأن أوكرانيا،
على الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا، امتنعت الصين عن محاولة الضغط على فلاديمير بوتين لوقف القتال، تعلق نيويورك تايمز، على الرغم من الدعوات من قادة العالم الآخرين للعب دور أكثر استباقية. حاولت الصين بدلا من ذلك الحفاظ على مسافة وحثت على السلام، لكنها لم تكثف جهود الوساطة أو تنظيم محادثات تاركة مثل هذه الجهود لقوى أصغر كثيرا بما في ذلك فرنسا وتركيا. تكتب نيويورك تايمز: التدخل بقوة أكبر من وجهة نظر المسؤولين في بكين محفوف بالمخاطر السياسية والاقتصادية التي يبدو أن زعيم البلاد شي جين بينغ متردد في تحملها. تكتب نيويورك تايمز: وبدلا من ذلك سعت إلى السير في خط دقيق بين الغضب الدولي من الغزو الروسي ودعم أحد أقوى شركائها، وكانت النتيجة ترك الصين دبلوماسيا على هامش الصراع، غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة نفوذ يتناسب مع قوتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية، تعلق الصحيفة النيويوركية. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل. إذن مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى الكاريكاتير مع ضيفي داخل الاستوديو رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، ويبدو أن الرسمة جاهزة كما نراها على الشاشة، وتحدثنا أكثر عليها رسامنا محمد ثلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما نشوفه على الشاشة يتكلم عن المخيمات، أنه بتاريخ 1/4 أعتقد راح تكون هناك يعني إزالة المخيمات، نتمنى يعني من الجميع إزالة مخيماتهم بشكل يعني حضاري، وأن يكون هناك نظافة للمكان اللي هم يعني طلعوا منه. وهذا اللي قبل شوية شفناه بالخبر، أن هناك اهتمام من الدولة ب يعني الاهتمام في البيئة وزراعة المدن الصحراوية وغيرها من هذه المشاريع البيئية. نعم، بالتأكيد كاريكاتير معبر، ونحن بحاجة إلى هذا الوعي، خصوصا في الحياة البرية لدينا بعض المخلفات يعني لا تتحلل، أبرزها البلاستيك. صحيح. ونأسف يعني بعض الماشية وفي الحياة البرية ممكن يتناولها وتؤثر على الحياة البرية. إذن نشارك ضيفي رشيد الفعم على حول هذا الكاريكاتير، موضوع جميل من رسامنا محمد ثلاب. هو دائما لا يأتي إلا بالجميل أبو ثلاب. نعم. أعتقد أن 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 هذه الرسمة هي رسمة معبرة جدا، خصوصا وأن مثل هذه يعني الأمور أثبتت الدراسات الصحية والطبية أنها تؤثر حتى على الصحة. مثل هذه المشتقات في حال يعني استمرارها لأعوام عدة يتم يعني تحليلها وانبعاث الكثير من الغازات. نعم. ولذلك لابد على الأخوة يعني مرتادي المخيمات وأصحاب المخيمات أن يخرجوا بخارطة جديدة ووجه جديد حتى نتمتع نحن يعني أو يتمتع الجميع بصحة بيئية طيبة وكذلك بساحة يعني خضراء إن صح التعبير. نعم، نتمنى ذلك. بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ويسعني أن أشكر ضيفي، كان معنا صحفي البرلماني رشيد الفعم، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. والشكر موصول لضيفي داخل الاستوديو محمد ثلاب، يعطيك العافية. مشكورين. إذن مشاهدينا، نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين في أمان الله.